الله اللي يكون هنا يا جماعه. انت كمان هو يعمل لي عيد ميلاد نفس البرجر اهو ويجيب لي تورته. انا جدي اه برجي ابراج ابراج انا سرطان تور زي مويا. ربنا يخليك سرطان. تعال شرف زيني تشرفنا. يا جماعه يعني انا عارف ايه اللي ينفع. شو حبيبي انا بتكلم 10 انت شهر 10 11 شوف كل اول 11 15 انا رفاقي. انت برجي ايه؟ جوزاء. جوزاء حلو. ازرق. انت جدي ازاي؟ اسد. اسد يا اسد. انت حمل. حمل الوديع. فور يا طول. يا عمي الوديع. شاهين شاهين. اه حد بيؤمن بالابراج دي وبتاع؟ انا والله. وانا لا استفاد. وانا شخصيه ممكن اقول لك ازاي حبيبي. تقول ايه؟ تقول ايه؟ طب جدي ايه؟ وش من كل حاجه. ما تقوليش الحاجات الوحشه اللي فيها حاجات حلوه. اتنادي وانا انا طيب. انا مش بحبك. بحب البنات كتير. بحب البنات. بتقول كل الحاجات الحلوه في كاميرات. انت فرحه جت لها البنات زي اخواته يعني. بعد عمر من التعب السعاده اللي بعيشها يا حبيبي. انت السبب ضحكتك على الجنون والحنان. بيعرف يفكر يا جماعه على فكره الراجل ده. انت فاهمه؟ ولا ايه؟ انا كل ملكك. انا كل حاجه بقى نوصل يعني. رافائيل لو اشتغل لو هتوزع مزيكا هتبدا لو ما سمعتش غمضت من عيني او لو اشتغلت ظريف شيء ترنجمو. لو وزعت اعتبر حلمت معاك. انا عضلت بالجامعه سيكولوجيا يعني في برامج سهله يعني. ايه ما فهمت. في امل. امل ومين؟ سعد. لا عمر. لا 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 بقى مصري كفايه بقى. طب لحظه انا بس تكت هيك نكت شو بتعمل فيا؟ غريب ما بشي بمسحوا فيا شهيد انا محمد. لا شهيد مصري فيا على طول. ضيف يعني ممكن عادي ضحك عليك عادي تلاقي مخدة في وشك كده بعد النكتة الحلوة دي في وشي كده. ماشي انا سمان. ماشي مرعب يا سمان على الساحة. تستنى كبار حلو حلو ولا ايه؟ جايلنا معاك مش عارف على فكرة. باي علينا انت كله شغال. طب ل كله شغال. لارج طبلة. فين اللارج منها والنبي ست اي دي؟ يا ست اي دي انا معايا حسين اه بس ده ايش؟ باجي من زمان. مين يا جماعه؟ مين نفسه يجي مصر يا جماعه؟ انا طبعا. انا امال ايه دول؟ انا جيت مصر. طب معاك واحده بس تيجي مصر. طب ما تيجي انت عايز بقى. طبعا في نفسي والله تيجي كله. بس صوتها مختلف عن اللي بعرفه. بعرف بعرف. انا حاسس بعرف. في مره واحده بس العمر عشان على الحلو على المره. جديد يعني مش قديم فيه. احنا بنغني بنغني في الافراح. ودي لا في لعبه عارف انت عارف انت علقت عليا في بجد في بجد. ياما كنا بنغني كنت بتقطع فتره بتسخن وبتاع. كيف شاب مصر كان بغني شهير وعلقت عليا. مينا عارف ايه اللي تسخن وتسخن بعد ما تسخن حبيبي. شغلات يا اخبار بجد والله العظيم. لا بس دول ايه بعرف فخار انت بتتحط فيها. فاكر لما جينا الفرح عندك في المرفيه كانوا بيسخنوا حاطين على الفرن. ايوه بيحبونا جدا. مينا مش دي يا معلم. مش دي كانت ازاز ولا زي لا لا ما كانتش ازاز. لا فخار بيحطوا لها يمكن زي مين على بتشتغل على راس مش كتير يعني. مروان عاملين سبع حفلات كده ثمان حفلات لحد دلوقتي. انت وياه سواك لهم بورتو سخنه انا وشاهين وشيرين ودعاء محمد حسين. محمد حسين احنا الخمسه كنا في سنه اكاديمي خمسه. شفت الحفله اول ما انا دعاء محمد حسين ومينا وشيرين محمد شاهين خمسه. احنا خمسه عملنا اول ما طلعنا عملنا حوالي بتاع حوالي اربع حفلات قبلنا ولا وعملنا حاجات مش كلنا يعني. عملنا حاجات انا وشاهين وشيرين بس. محمد عمل حاجه لوحده وانا عملت حاجه لوحدي. شيرين يعني. عملت حاجه لوحدها. بس كل شهر في عندكم هيك مش كل شهر يعني حسب الشغل يعني. يعني انت لو حسبتها يعني ريت كويس ها 8 9 حفلات في 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 سنه. حفلات صغيره يعني بس حفلات مع اكبر موزع حفلات في مصر.
يعني وليد منصور ومحمد منصور دول اكبر وظيفه وليد منصور حبيب قلبي لما تنزل مع ناس دول يبقى تبقى حاجه حلوه قوي يعتبر ده اكبر منظم حفلات خلصوا انتوا بس وما لكوش دعوه انا انطلق حفلاتكم في مصر عندنا ما حدك ليه يا حسن بس